سمعتينيش كاع وازيز خويا اليوم السوق مزيان بالنسبة للكتاب، راه الكتاب راه ما خيرش في البهيم ديالو، راه الثمن اللي كيقول من الحق ديالو، هادشي راجع للغلاء ديال العلف وديال التبان وكلشي، والتساقطات كانت قليلة هاد العام، كان نوعا ما نقولوا كاين الجفاف بالنسبة للمحاصيل، هو داكشي اللي خلى الحولي غالية السنة هادي. ونطلبوا الله يدير الخير وكل واحد يشري على قد القياس ديالو، عندك 40 شري ب 40، عندك 50 شري ب 50، عندك 60 شري ب 60، ماشي عندك واحد الثمن اللي هو قليل وكتساوم حولي كبير، راه من طبيعة الحال غادي يجيك غالي. ونطلبوا من الله يدير الخير والله يصوب الوقت والله يسهل على الجميع، وكنتمنوا كل شيء يعيد وكل شيء يفرح بهذه المناسبة الدينية ديالنا، وراه الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أنا الدروس يمكن لي يعيد. يمكن لي يعيد، راه باش عندك باش غادي تشري. راه ما راه خاص الانسان ديما يشوف شي حاجه اللي قد داكشي اللي في جيبه، الا مشى لشي حاجه غاليه ليه راه بالصيف راه غادي تبان لي غاليه. شحال قلت راه السوق كاينه اليوم في الجمعه؟ وراه السوق اليوم على حساب اللي شفت انايا كاينه 130 120 على حسب اللي بان لي انايا يعني الناس. ممكن كل شيء عيد، ممكن كل شيء عيد، كل شيء عيد، لا من 1000 درهم حتى ل 5000 درهم حتى 7000 درهم. شحال كاين السوق اليوم كاع في الجمعة؟ كاين 7000 درهم. 140 140 130 120 كاين من اللي بغى يشري حولية يشريها، حولية دايرها على 20 والفوق. كيفاش دوزتوا الايام ديالكم مع الجفاف؟ وانت شوف فيا مع العلف وداكشي كيكتو. والعلف غالي، العلف غالي، دابا العلف كنا كناخذوا الخنشه ب 3200، هذا العام دايره 5000 ريال، زوده فيها 90 درهم. السبت هو باش ما باع، باش ما باع عنده الخسارات، باش ما باع. درويشي يعيد، عيد على حسب المستوى ديالو. الاثمنه ديال هذا العام كاين شويه مزيوده في الثمن على حسب العلف، لانه هو العلف كان داير 3200، دابا داير 5000 ريال الخنشق. يطلع يقدر يبقى بحال الثمن بحال هكا يقدر يفوت هذا العدد. لا ما كاينش، ما كاينش طياح، طياح ما كاينش، كاين الصير ما عمره طاح، ما يمكنش يطيح، لانه كاين الصير كاين الخسران، الناس خاسرة على الكسيبة بزاف. موجودة والثمن كاين، والحاجة اللي بغيتي كلها على حسابه. كل الثمن، كل حاجة والثمن ديالها. كل اللي جا، اللي جا كيشري. واش تقدروا أن الدروش يمكن اللي يعيش يعيش يشري. بالنسبة لهاد الأيام اللي دايز هاد السيمانة، كلشي يشري، حنا في الرحبة ديما. يشري، اللي عنده يشري. اش الحولي بغيتي 40 شري، بغيتي 60 شري، بغيتي 80 شري، كله على حسب الثمن ديالو. 40 شري، كلشي عيد. بالنسبة تبارك الله الرحبة عامرة، كلشي مزيان. كلشي مزيان الحمد لله، كلشي عيد إن شاء الله. باش يوصلكم الجديد ديال اس في الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.